قال الشيخ رحمه الله تعالى: والثالثة صلاة التراويح. الثالثة من ماذا؟ من النوافل المؤكدة غير الايه؟ غير الرواتب، وهي 20 ركعة. نحفظ هذا الكلام. يبقى صلاة التراويح كم ركعة؟ 20 ركعة. طيب، أنت وجدت هنا في مصر المصريين يصلونها 8 4 10. لا تنشغل بذلك، وانشغل بمذهبك. وهذا عند الأئمة الأربعة، يعني صلاة التراويح عند الأئمة الأربعة 20 ركعة. هذا إجماع فعلي في الأمة عبر القرون، حتى إلى الآن في الحرمين الشريفين هكذا، وفي الجامع الأزهر والمساجد الكبرى في الأمة كلها صلاة التراويح 20 ركعة، لأن هذه هي الكيفية التي جمع سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه الناس عليها. يبقى لا نترك هذا الإيه؟ هذا العدد. قال: وقد اتفقوا على سنيتها، وعلى أنها المراد من قوله صلى الله عليه وسلم: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، رواه البخاري. وقوله إيمانا أي تصديقا بأنه حق، معتقدا أفضليته. واحتسابا أي إخلاصا. والمعروف أن الغفران مختص بالصغائر، معروف أن الغفران مختص بالإيه؟ بالصغائر، لكن نحن نحب السعة، فيشمل الصغائر ويشمل الكبائر. طالما أن العمل صادف صدقا وإخلاصا، الله سبحانه وتعالى عطاؤه واسع، فنوسع مع العلماء الذين وسعوا في هذا الأمر. قال: وتسن الجماعة فيها، يعني في التراويح، لأن عمر جمع الناس على قيام شهر رمضان، الرجال على أبي بن كعب، والنساء على سليمان ابن أبي حثمة. يبقى سيدنا عمر، طبعا سيدنا عمر من الخلفاء الراشدين، وسنة الخلفاء الراشدين سنة شرعية معتبرة، ولذلك عندنا زمن السنة من البعثة إلى نهاية عهد من؟ إلى متى تنتهي الخلافة الراشدة؟ سيدنا علي؟ ها؟ ما؟ سيدنا علي كرم الله. سيدنا الحسن ابن علي. الخلافة الراشدة، مدة الخلافة الراشدة أو مدة السنة التشريعية تنتهي بخلافة سيدنا الحسن بن علي رضي الله تعالى عنهما، لأن سيدنا رسول الله قال كده: الخلافة بعدي 30، يعني 30 يعني 30 سنة، ونهاية 30 بتنازل سيدنا الحسن بن علي عن ليه؟ عن الخلافة لسيدنا معاوية رضي الله تعالى عنه وأرضاه. يبقى فعل سيدنا عمر سنة، فعل سيدنا عثمان سنة، فعل سيدنا علي سنة، سنة نحن مكلفون بها. فعل سيدنا الحسن بن علي في فترة خلافته سنة، فعل سيدنا الصديق رضي الله تعالى عنه سنة. لأن عمر جمع الناس على قيام رمضان.
جمع الرجال على سيدنا أبي بن كعب، وجمع النساء على سليمان بن أبي حثمة، وسميت كل أربع منها ترويحة لأنهم كانوا يتروحون عقبها أي يستريحون. ولذلك من يصلي التراويح 8 ركعات صلاته لا تسمى تراويح. لماذا؟ لأنه يتروح كم مرة؟ ترويحة بعد 4 وترويحة بعد 4، يبقى صلاته تسمى إيه؟ الترويحتان. لكن التراويح هذه جمع، فترويحة وترويحة 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 4 ترويحات. يبقى من يصلي أو يقتصر على 8 ركعات صلاته هذه لا تسمى تراويح. هذا خطأ، لا، صلاته لا تسمى تراويح. قال الحليمي طبعا من أئمة المذهب: والسر في كونها 20 لأن الرواتب أي المؤكدات في غير رمضان 10 ركعات فضعفت لأنه وقت جد وتشمير. قال: ولأهل المدينة الشريفة فعلها 36. هذا ما كنت تسأل عنه، ألزموا أنفسهم 36 ركعة في التراويح. طيب، المعروف أنها 20 ركعة، كيف يضيفون 16؟ هذا كان في عهد من؟ هذه الزيادة 36 كانت في عهد من؟ سيدنا علي. لا، بعد الخلفاء الراشدين، واستمر العمل عليها، رآها الإمام مالك وصلاها معهم، ورآها الإمام الشافعي وصلاها معهم، ورآها أئمة المسلمين في هذا العهد الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم بأنه من خير القرون، ولم ينكر أحد منهم. هذه بدعة أم سنة؟ وبدعة أين؟ في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. هل الإمام مالك يسكت على بدعة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل الإمام الشافعي يسكت على بدعة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم؟ بل إنه يقر ذلك في مذهبه ويقول: ولأهل المدينة، هذا كلام الإمام الشافعي، ولأهل المدينة الشريفة فعلها 36. يبقى الباب واسع في الزيادة على العبادات طالما أنها تدخل تحت أصل عام، وهو ليه؟ استحباب قيام رمضان. فأصلي 36، أصلي وصلوها في جماعة، يعني 36 ركعة في جماعة في مسجد سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. طيب، لماذا فعلوا ذلك؟ هل عندهم دليل من الكتاب والسنة؟ هل عندهم دليل من فعل النبي صلى الله عليه وسلم على خصوص هذا الأمر؟ قال: لأن 20 5 ترويحات، فكان أهل مكة يطوفون بين كل ترويحتين 7 أشواط، فجعل لأهل المدينة بدل كل أسبوع، أسبوع يعني إيه؟ طواف، ترويحة ليساووهم، ليساووهم. يبقى أهل المدينة يعني وكأن دليلهم كان الاستحسان في هذا الشأن. ولا يجوز ذلك لغيرهم، ولا يجوز ذلك يعني إيه؟ لا يجوز جمع الناس على ذلك لغيرهم،
لكن أنا أصلي فرادى، أصلي ما أشاء، لكن لا يجوز جمع الناس على ذلك تحت مسمى التراويح، تحت مسمى التراويح لغيرهم كما قاله الشيخان. يبقى ننتبه يا شباب ونحن نقرأ، ولا يجوز ذلك. ما الذي لا يجوز لغيرهم؟ فعل جمع الناس، جمع الناس لمثل ذلك تحت مسمى الايه؟ التراويح. لكن أنا صليت 20 ركعة وبعد ساعة جمعت الناس على التهجد أو على قيام الليل، لا حرج في ذلك. لكن المرفوض جمع الناس في المساجد تحت مسمى الايه؟ التراويح. هذا خاص فقط بأهل المدينة الشريفة. يبقى كان الملحظ في ذلك المعنى الرابط بينهم وبين أهل مكة في التفاضل في الأعمال، لأن لأهلها يعني لأهل المدينة شرفا بهجرته ودفنه صلى الله عليه وسلم، وهذا الشرف ليس لغيرهم. وفعلها يعني صلاة التراويح بالقرآن في جميع الشهر أفضل من تكرير سورة الإخلاص، يعني في كل ركعة. يعني بعض الناس يصلي التراويح يكرر سورة الإخلاص في كل ركعة، يعني يقرأ الإخلاص مرة مرتين ثلاثة في كل ركعة ويركع وهكذا. لا، فعلها بجميع القرآن طوال الشهر، يعني كل ليلة ايه؟ جزء، يعني كل ركعة 10 حزب على 20 ركعة تكمل الايه؟ الجزء. ان فعلناها ذلك ستكون خفيفة، يعني لو قسمنا الجزء على 20 ركعة ستكون الصلاة خفيفة، يعني ليست طويلة، فيستحب ذلك. طيب أنا كنت في بيئة أو في أناس لا يتعودون ذلك، فنبدأ معهم بالرفق واللين، نعلمهم، نشجعهم، نرغبهم، لا نصدمهم مرة واحدة. يبقى يا شباب هذا مهم، ليس كل ما نقرأه ننفذه فورا مع الناس. أنا أنفذه على نفسي، لكن مع الناس لابد وأن نبحث ونتشاور مع مشايخنا وأساتذتنا عن كيفية تطبيق هذا الأمر أو هذه السنة مع الناس. يبقى عندنا الحكم فن، معرفة الحكم فن، وتطبيق الحكم على الناس فن آخر. هذا مهم للغاية ننتبه إليه ونحن نقرأ. أنا كل ما أقرأه أنفذه على نفسي فورا، أجتهد في ذلك، لكن تطبيقه على الناس هذا يحتاج إلى رجوع إلى الأساتذة والمشايخ أصحاب الخبرة في التعامل مع الناس وتطبيق الأحكام، حتى أتعرف منهم كيف أطبق هذا الحكم. أنا في بيئة يصلون فيها 8 ركعات وأنا علمت أن السنة 20 ركعة، كيف أطبق ذلك؟ هذا يحتاج إلى فن، إلى ترغيب، إلى صبر، إلى تعليم، إلى تحبيب الناس في الصلاة، حتى يعتاد الأمر ويعود إلى السنة الكاملة. ووقتها يعني وقت التراويح يعني بين صلاة العشاء ولو تقديما وطلوع الفجر الثاني. يبقى شرط التراويح أن تفعل بعد فعل صلاة العشاء. شرطها إيه؟ ها؟ قال ووقتها بين، ما قالش وقت صلاة العشاء، قال إيه؟ بين صلاة العشاء. ليدخل ماذا؟ لو صلى المغرب والعشاء جمع تقديم،
فهل يجوز له أن يبدأ في صلاة التراويح بعد صلاة العشاء جمع تقديم؟ نعم يجوز ذلك. يبقى الأمر هنا يرتبط بفعل العشاء مثل الوتر، يرتبط أيضا بفعل الإيه؟ بفعل صلاة العشاء. يبقى وقت التراويح يبدأ من بعد فعلك لصلاة العشاء ويمتد إلى طلوع الإيه؟ إلى طلوع الفجر. ولذلك قال بين صلاة العشاء ولو تقديما، أي ولو كانت مجموعة مع صلاة المغرب جمع إيه؟ تقديم في وقت المغرب. قال في الروضة ولا تصح، يعني التراويح، بنية مطلقة، يعني بنية النفل المطلق، لا لابد فيها من نية التراويح، تخصيص النية بصلاة التراويح، بل ينوي ركعتين من التراويح أو من قيام رمضان. قال ولو صلى أربعا بتسليمة لم تصح لأنه خلاف المشروع. يبقى صلاة التراويح لابد فيها أن تكون إيه؟ مثنى مثنى، نصلي ركعتين ونسلم، ركعتين ونسلم. فلو صلى أربعا بتسليمة واحدة لم تصح هذه الصلاة وتقع له نفلا مطلقا إذا كان ناسيا أو جاهلا، لكن لا يحسب له من الإيه؟ من التراويح، لا تحسب له من التراويح. يبقى لابد فيها من أن تكون إيه؟ مثنى مثنى، ركعتين ونسلم، ركعتين ونسلم، لا نجمع أربع ركعات بتسليمة واحدة. قال بخلاف سنة الظهر والعصر، يعني يجوز فيهما الإيه؟ أن أجمع سنة الظهر الأربعة مثلا، لو صلي سنة الظهر أربع ركعات يجوز أن أجمعها بإيه؟ بتسليمة واحدة وتشهد في الأوسط، وكذلك سنة العصر القبلية. والفرق أن التراويح بمشروعية الجماعة فيها أشبهت الفرائض فلا تغير عما وردت. صلاة التراويح لما شرعت فيها الجماعة وطلبت فيها الجماعة وكانت من الشعائر الظاهرة في الأمة في كل زمان ومكان، أشبهت الإيه؟ الفرائض فلا تغير عما وردت. قال تنبيه يدخل وقت الرواتب التي قبل الفرض بدخول وقت الفرض، والتي بعده بفعله. يبقى يدخل وقت الرواتب التي قبل الفرض بدخول ايه؟ هذا ما كنا نتحدث عنه في سنة الجمعة. يبقى لا يدخل الوقت بالأذان، وإنما يدخل وقتها بالإيه؟ بدخول الوقت، سواء وقت الظهر، وقت العصر، وقت المغرب. يبقى يدخل وقت السنن القبلية بدخول الإيه؟ بدخول الوقت وليس بالأذان، لأن الأذان يكون بعد دخول الوقت، وهو الأذان إعلام بأن الوقت قد دخل، لكن الوقت لا يدخل بالأذان، وإنما الأذان إعلام بأن الوقت إيه؟ قد دخل. يبقى يدخل وقت الرواتب التي قبل الفرض بدخول وقت الفرض، والتي بعده بفعله، يعني بفعل الفرض، مجرد ما انتهى الفرض يدخل وقت الإيه؟ السنن البعدية للصلاة. ويخرج وقت
وجدت النوعين يعني القبلية والبعدية بخروج وقت الفرض، لأنهما تابعان له. قال: ولو فات النفل المؤقت ندب قضاؤه. ولو فات النفل المؤقت ندب قضاؤه. النفل المؤقت يشمل بقى السنن الرواتب، لأن لها وقت، يشمل صلاة العيد لها وقت، يشمل صلاة الضحى لها وقت، يشمل صلاة الوتر لها وقت. فكل هذه السنن المؤقتة بوقت إذا فاتت ولم تصليها فيجوز لك إيه؟ قضاؤها. يبقى هذه قاعدة: إن فاتتك سنة الظهر حتى دخل وقت العصر فلك أن تقضي سنة الظهر ولو بعد فعلك لصلاة العصر، ولو كان ذلك في وقت الكراهة، لأنها صلاة لها سبب. لكن النفل المطلق أو النفل الذي له سبب، مثل مثلا الخسوف والكسوف وتحية المسجد، لا تقضى. يبقى عندنا نفل له سبب ونفل له وقت. النفل الذي له وقت مؤقت إذا فاتك يندب لك إيه؟ قضاء. لكن النفل الذي له سبب وليس له وقت، مثل الكسوف، مثل تحية المسجد، لها سبب وليس لها وقت. إذا دخلت المسجد أصبحت سنة، إن فاتتك فلا يسن لك الإيه؟ فلا يسن لك القضاء. ومثل الصلاة في ذلك الصوم، أيضا الصوم المؤقت مثل صيام الاثنين، صيام الخميس، صيام عاشوراء، صيام يوم عرفة، مؤقت بيوم معين، أيضا إن فاتك فيندب لك الإيه؟ يندب لك القضاء. قال: ومن القسم الذي لا تندب فيه الجماعة تحية المسجد. تحية المسجد، وهي ركعتان قبل الجلوس لكل داخل. ركعتان يعني أقل ما فيها، ممكن أصلي أربعة ستة، لكن المهم لا تقل عن إيه؟ عن ركعتين لكل داخل. حتى وإن كنت معتكفا في المسجد وخرجت ثم دخلت، يسن لك الإيه؟ أن تصلي ركعتين تحية المسجد. وتحصل بفرض أو نفل آخر، يعني دخلت المسجد على صلاة العشاء، الجماعة أقيمت، ودخلت المسجد والجماعة أقيمت، فإن صليت دخلت في العشاء خلاص حسب لك إيه؟ تحية، لأن المراد حصول صلاة أول ما تدخل المسجد، لأن المراد حصول صلاة في أول دخولك المسجد، سواء هذه الصلاة كانت فرضا يقام أو نفلا آخر. أنا دخلت المسجد وصليت ركعتين بنية الاستخارة أو بنية الوضوء، ركعتي سنة الوضوء، فيكفيني ذلك عن الإيه؟ عن تحية المسجد، لأني قمت بتحية المسجد بصلاة. وتحصل بفرض أو نفل
آخر، وتتكرر بتكرر الدخول على قرب، وتتكرر يعني التحية بتكرر الدخول على قرب. الشيخ يعني حينما يقول ولو على قرب وتتكرر بتكرر الدخول على قرب، يعني وكأنه يعني هذا غاية في الاهتمام بهذه السنة، حتى وإن كان يعني خروجك من المسجد ودخولك في وقت قريب أو مدة قريبة لم تستمر طويلا، فأيضا تصلي الايه سنة التحية. وتفوت يعني التحية بجلوسه قبل فعلها وإن قصر الفصل، يبقى تفوت السنة بالإيه؟ بالجلوس قبل فعلها وإن قصر الفصل، يعني وإن قصرت مدة الجلوس، إلا إن جلس سهوا وقصر الفصل. لو جلس سهوا وقصر الفصل بين الدخول والجلوس فيقوم ويأتي بها. قال وتفوت بطول الوقوف كما أفتى به بعض المتأخرين. تفوت بطول الإيه؟ الوقوف، يعني وقفت دخلت المسجد ووقفت وانشغلت بالكلام والحديث مع فلان وفلان وفلان، فتفوت الإيه؟ وطال الوقوف فتفوت أيضا السنة. الحاصل يعني أنها تفوت بالجلوس القصير عمدا وبالوقوف الطويل. فإذا قال الإسنوي التحيات أربع: تحية المسجد بالصلاة، والبيت بالطواف. المراد بالبيت الكعبة، يعني هناك فارق بين تحية الكعبة وتحية المسجد الحرام. تحية المسجد الحرام بصلاة ركعتين، لكن تحية الكعبة بالإيه؟ بالطواف. يبقى المراد بالبيت هنا الإيه؟ الكعبة المشرفة وليس المسجد الحرام. فأنا إن دخلت المسجد الحرام بنية الصلاة فيه فتحية المسجد صلاة ركعتين، إن دخلت المسجد الحرام بنية الطواف حول الكعبة فالتحية حينئذ بالإيه؟ بالطواف. والحرم بالإحرام، تحية دخول الحرم، الحرم حرم مكة يعني، بالإحرام. تحية ومنى بالرمي، يعني وتحية منى برمي الجمرات. وزيد عليه تحية عرفة بالوقوف وتحية لقاء المسلم بالسلام. قال تتمة: من القسم الذي لا تسن الجماعة فيه صلاة التسبيح أو صلاة التسابيح، وهي أيضا من السنن المهجورة والتي لا يتنبه كثير من الناس لفضلها، مع أن يعني أئمة المذاهب الأربعة على سنيتها، وكثير من السلف الصالح كان يهتم بها، وكان الإمام أبو عثمان الحميري كان يعني من الزهاد والصالحين، كان يقول: ما وجدت للغموم مثل صلاة التسابيح. يعني إن أصابك غم أو هم أو كرب فعليك بصلاة التسابيح، يجعلها الله تعالى سببا لزوال الهم والغم والكرب، فهي أيضا من السنن المهجورة.
وكثير من الناس يعني للأسف يشنعون عليها ويدعون بأنها بدعة وبأن الحديث فيها ضعيف. لا، حديثها صلاة التسبيح أو أحاديثها، لأنها رويت من طرق كثيرة، صححها كثير من العلماء وحسنها كثير من العلماء وضعفها بعض العلماء، لكن صححها الكثير من العلماء وحسنوها. الإمام المنذري، الإمام أبو داود صاحب السنن، الإمام المنذري، الحافظ ابن حجر حسنها، الفقيه ابن حجر الهيتمي، ومنهم من ألف أجزاء حديثية في تصحيحها أو تحسينها. فيعني كثير من العلماء من صحح أحاديثها، ومن هنا اتفقت كلمة المذاهب الأربعة على سنيتها، ليس عند الشافعية فقط. قال: وهي أربع ركعات، يعني أربع ركعات بنية صلاة التسبيح، أربع ركعات بنية صلاة الإيه؟ التسبيح. أربع ركعات بنية صلاة التسبيح. طبعا إن كنت تفعلها نهارا فالسنة أن تكون بتسليمة واحدة كسنة الظهر، يعني بتشهد أوسط وسنة الظهر. إن كنت تفعلها ليلا فالأفضل فيها ركعتان ثم نسلم ثم نأتي بركعتين على التوالي، يعني لا نفصل بينهما بفاصل. طبعا ولا تفعل في وقت الكراهة، لأنها من النفل المطلق. ويستحب فعلها في كل أسبوع، في كل يوم مرة، فإن لم تستطع ففي كل جمعة مرة، وإلا ففي كل شهر مرة، وإلا ففي كل سنة مرة، وإلا ففي العمر مرة، كما جاء الحديث أو كما نص الحديث الشريف على ذلك. طيب، ما كيفيتها؟ اتفقنا أنها أربع ركعات. يقول فيها: 300 مرة سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. نقول في يعني في كل ركعة كم مرة؟ 75 مرة. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، في كل ركعة 75، في الأربع ركعات 300. طيب، متى نقوله أو كيف أو كيفية توزيعها على الركعة؟ قال: بعد التحرم وقبل القراءة 15 مرة. يعني قلت الله أكبر تكبيرة الإحرام، الله أكبر، يبقى قبل أن أقرأ الفاتحة وبعد دعاء الافتتاح أقول 15 مرة سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. وبعد القراءة وقبل الركوع 10، يعني أنا انتهيت من قراءة السورة، قبل أن أرقع آتي بإيه؟ 10. وفي الركوع 10، وكذلك في الرفع منه، يعني أقول 10 حينما أرفع من الركوع، وفي السجود 10، وفي الرفع منه 10، وفي السجود الثاني 10، فهذه 75 في 4
بـ300. طبعا هذه كيفية سيدنا ابن مسعود الواردة في حديث ابن مسعود، ولكن الكيفية المعتمدة في المذهب وعند أكثر العلماء الـ15 الأولى التي بعد تكبيرة الإحرام تفعل بعد القراءة وقبل الركوع، والـ10 التي تفعل في الكيفية الأولى بعد القراءة نفعلها في جلسة الاستراحة قبل القيام إلى الركعة الثانية، يعني قبل بعد القيام من السجدة الثانية لا نقوم ولكن نجلس جلسة الاستراحة نقول فيها 10 مرات ثم نقوم للركعة الثانية. هذه الكيفية المعتمدة في المذهب وعند أكثر العلماء، لكن هذه الكيفية التي ذكرها الشيخ الخطيب هنا ليست هي المعتمدة فقط في تلك الجزئية فقط، يعني الكيفية الأولى اللي هي في الواردة في حديث ابن مسعود رضي الله عنه الـ15 مرة الأولى تقال بعد تكبيرة الإحرام وقبل القراءة. الكيفية الثانية المعتمدة في المذهب نقرأ هذه الـ15 بعد القراءة وقبل الايه الركوع، والـ10 التي فعلت في الكيفية الأولى بعد القراءة نفعلها أين؟ في جلسة الاستراحة بعد القيام من السجدة الثانية. واضح أم لا؟ طبعا نقدم ذكرى كل ركن على التسبيح، يعني مثلا أنا ركعت هناك تسبيح الركوع وهناك تسبيح صلاة التسابيح، فأبدأ بإيه؟ بتسبيح الركوع سبحان ربي العظيم 3 مرات، ثم آتي بالإيه؟ بالتسبيح الذي في الصلاة. فهذا ما يتعلق بصلاة الايه؟ بصلاة التسبيح. طبعا في تفاصيل كثيرة وأحكام كثيرة مرتبطة بها، يعني موجودة في الحواشي والمطولات. قال: وصلاة الأوابين، يعني من القسم الذي لا تسن الجماعة فيه، صلاة الايه؟ الأوابين. الأوابين يعني التوابين، يعني الأوابين جمع آبى إذا رجع عن الذنب بالتوبة، فالأوابين يعني الإيه؟ التوابين. وتسمى صلاة الغفلة لغفلة الناس عنها بسبب عشاء أو نوم أو نحو ذلك، وهي 20 ركعة بين المغرب والعشاء، وهي 20 ركعة بين المغرب والعشاء. يبقى هذه أيضا من السنن، صلاة الأوابين هذه من الايه؟ من السنن، 20 ركعة بعد ما بين المغرب والعشاء، وكأن اليوم كله صلاة. نعم. قال: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فنعمل عمل في الدنيا قليل مع عبادة كثيرة. نحن للأسف الشديد عمل الدنيا كثير كثير جدا جدا، ونترك لله سبحانه وتعالى قدر، يعني مثل كوب الشاي هذا، هناك الطفل الذي يكون في المؤخرة كوب الشاي، نحن اليوم كله نشربه ونترك لله، يعني هذا الايه؟ الطفل الذي يكون في مؤخرة ولا يعجبنا.
ونستثقل ذلك، نرى ذلك ثقيلا، مع أننا نشرب كل اليوم في الدنيا وأعمال الدنيا. ف يعني نفرغ الأوقات للطاعة وعبادة الله تعالى وخدمة الدين، وأقلها ركعتان، يعني أقل صلاة التوابين ركعتان، يعني إن لم أستطع العشرين فأصلي ركعتين بنية صلاة الأوابين، أقل شيء. لحديث الترمذي أنه صلى الله عليه وسلم قال: من صلى 6 ركعات بين المغرب والعشاء كتب الله له عبادة 12 سنة. طيب، هنا الشيخ الخطيب يعني هذا الحديث لمنه استدل به على أقل الأوابين ركعتان، ولا استدل به على الأكثر بأنها 20. فيعني وكأن يعني هو طبعا في حديث وارد في 20، لكن كأن يعني الشيخ الخطيب نظر إلى قوة هذا الحديث من حيث السند في التأصيل لصلاة الأوابين فذكره. وإن حديث 20 في بعض الضعف، فكأنه ذكر هذا الحديث كتأصيل لصلاة التوابين، يعني لأصلها، ذكره تقوية لأصل هذه الصلاة. طب قال: من صلى 6 ركعات بين المغرب والعشاء، هذه السنة إذن سنة مؤقتة أم سنة لها سبب؟ مؤقتة. يبقى إن فاتت يندب إيه؟ قضوها. لو فاتت يندب إيه؟ قضوا، لأنه وقت لها وقتا. قال: بين من صلى 6 ركعات بين المغرب والعشاء كتب الله له عبادة 12 سنة. يعني مدد عظيم، مدد عظيم وفتح عظيم يا شباب. يعني لو التزمنا بسنة واحدة من السنن التي قرأناها والله لا أفلحنا. سنة واحدة فقط، كأن تواظب على الضحى 8 ركعات، أو تواظب على صلاة الأوابين، أو تواظب على صلاة التسابيح، يعني كلها أبواب فتح عظيم. قال: وركعتا الإحرام، وركعتا الإحرام. أيضا من السنن الإيه؟ التي لا تسن فيها الجماعة. طبعا ركعة الإحرام يعني ركعة قبل الإحرام، قبل الدخول في الإحرام، يعني أنا اغتسلت ولبست ملابس الإحرام قبل أن أنوي الإحرام وأقول: اللهم إني نويت العمرة فتقبلها مني، أصلي ركعتين قبل هذه النية، قبل الإحرام يعني قبل نية الإحرام. وركعة الإحرام أي قبل نية الإحرام،
قبل نية الإحرام. قال وركعتا الطواف، وركعتا الطواف أيضا أي بعد فراغ الطواف، بعد فراغ الطواف سواء طواف سنة طواف ركن، فيسن ركعتان بعد الإيه؟ بعد الطواف. قال وركعتا الوضوء أي عقب فراغه من الوضوء وقبل طول الفصل، يعني الفصل لا يطول أو يعني، لكن أنا توضأت مثلا وأنا في الطريق مثلا لمكتبي أو إلى غرفتي قابلني إنسان فوقف وكلمني وبعد ذلك ذهبت أصلي، يعني طالما أنه لم يحدث هناك إيه؟ إعراض عن سنة الوضوء. طبعا وحديثها مشهور، حديث سيدنا بلال حينما قال له النبي صلى الله عليه وسلم دخلت الجنة فرأيت بلالا فيها، فرأيت بلالا فيها. يا سلام، هو حي، لا زال حيا في الدنيا وموجود في الجنة، هل هذا ممكن؟ يعني أن تكون في الدنيا وكتبت من أهل الجنة بل وأنت من ساكنيها وأنت لازلت حيا. فقلت له بما سبقتني إلى الجنة، سيدنا رسول الله يقول بما سبقتني إلى الجنة، فقال لا أعرف شيئا إلا أني ما أحدثت وضوءا إلا صليت عقبه ركعتين. قال فبذاك، يعني هاتان الركعتان أدخلتا سيدنا بلالا الجنة وجعلته سابقا النبي صلى الله عليه وسلم في الدخول إلى الجنة. قال إيه؟ سبقتني. ومعنى سبقتني إيه؟ أنه على الحقيقة، أنه على الحقيقة فسبق. وركعتا الاستخارة أيضا من السنن التي لا تسن الجماعة فيها، ركعتا الاستخارة. الاستخارة بمعنى طلب خير الأمرين، طلب خير الأمرين. هناك أمر في الاستخارة لا ينتبه إليه الكثير. الاستخارة يا شباب عند أهل الله لا تكون إلا بعد المشاورة والقرار. بعض الناس يقول أنا يعني متردد في الأمر فأصلي الاستخارة، لا، الاستخارة تكون بعد المشاورة والوصول إلى قرار، بعد المشاورة والوصول إلى قرار. أنا مثلا أتقدم لخطبة فتاة، هل أصلي استخارة، هل أذهب إليها أم لا؟ لا، أنا أشاور مثلا والدي، أشاور أستاذي وشيخي، أشاور أصحاب الخبرة في هذه الزوجة أو في هذه البنت، هذه البنت مواصفاتها كذا وكذا وكذا وأهلها كذا وكذا وكذا، فهل أنتم تنشرحون لهذه المواصفات؟ فإن وجدت المجموع أو أهل المشورة ممن من أصحاب الدين والخبرة، أصحاب الدين وليه؟ والخبرة في الأمر الذي تشاور فيه، أنا أذهب لشراء سيارة
فأشاور في نوعها وكفاءتها أهل الخبرة، لكن لا تأتي إلي وتشاورني في نوع السيارة، أنا لا أفهم في السيارات، ولكن تشاور أهل الخبرة بشرط أن يكونوا أصحاب دين. فقالوا لك هذه السيارة جيدة ومواصفاتها جيدة، إذن أنت توصلت إلى قرار في أمر السيارة أو في أمر الفتاة، استقر القلب واستقرت المشورة على إيه؟ قرار استقر. وأنا الآن سأذهب لشراء السيارة أو سأذهب للتقدم لخطبة الفتاة، حينئذ أصلي الاستخارة وأقول يا رب هذا طاقة أهل الدنيا طاقتي، وهذا علمي وعلم من شاورته، فيا ربي إن كان في هذا الأمر خير فيسره، وإن كان فيه شر فاصرفه، ثم أمضي. وحينما أمضي سيظهر الله لك الأمر، إن وجدت تيسيرا فهناك فهذه إشارة من الله تعالى للموافقة على المشورة، إن وجدت تعسيرا فارجع. يبقى هكذا تكون الايه؟ الاستخارة. والاستخارة لا تجعل لقلبك فيها نصيبا. بعض الناس إن وجدت في قلبك يعني رغبة فسر في الأمر، لا، إن وجدت في قلبك رغبة فهذه ليست استخارة، ولكن أنا أولا أخرج من حولي وقوتي وعقلي وتفكيري إلى تفكير أساتذتي، شيخي وأستاذي أو والدي أو عمي، أصحاب الديانة والخبرة في الشأن الذي أشاور فيه أو أقدم عليه، ثم إن اتفق قرارهم على ذلك أصلي الاستخارة ثم أسير في الأمر، إن وجدت تيسيرا فمن الله، إن وجدت تعسيرا فأرجع، أرجع حتى وإن كانت رغبتي في الأمر، لأنك بهذا تكون قد خيرت الله تعالى وتركت الأمر لله، ثم رفضت خيرة الله تعالى لك، فيعود الأمر عليك بالندم الشديد بعد ذلك. يبقى الاستخارة تكون بعد الإيه؟ المشاورة. الاستخارة تكون بعد المشاورة وبعد القرار، وبعد القرار حينها نستخير ونمضي في الأمر. طبعا الاستخارة تكون في الأمور المباحة، وكذلك تكون في الواجبات والمستحبات، ليس في أصلها ولكن في توقيتها. يعني أنا لا أستخير في أداء فريضة الحج في أصل الفريضة، ولكن أستخير في الوقت، هل يعني أشاور أستاذي وشيخي في الحج في هذه السنة؟ نعم أشاور، وبعد المشاورة أستخير؟ نعم أشاور في التوقيت وليس في الإيه؟ في أصل الفريضة. قد يكون هناك واجب أنت مطالب به ومقدم على الحج في هذه السنة، شيخك يعلم عنك ما لا تعلم، يعلم أنك في حاجة إلى الزواج، في حاجة ملحة إلى الزواج، وأنت معك مال إما أن تتزوج به وإما أن تحج، فشيخك يقول لا تزوج في هذه السنة، والحج له يعني وقت آخر. فالمشاورة ليس في أصل الإيه؟ الفريضة، وإنما في إيه؟ في وقتها. فأيضا يعني
باب المشاورة في الحج، وفيه بركة عظيمة جدا، خصوصا مشورة المشايخ وأهل الله في مثل هذه الأمور. نحن يعني تربينا على مشايخ لا نقدم أمرا صغيرا أو كبيرا إلا بعد مشاورتهم، أمرا مباحا، أمرا واجبا، أمرا مستحبا، لا نقدم على أمر إلا بعد مشاورتهم. وبالتجربة وجدنا الخير كله في المشاورة، حتى وإن كان في فرض، نعم قد يوجهك إلى أدب من آداب هذا الفرض أنت في غفلة عنه، قد يوجهك إلى طريقة لأداء هذا الفرض بشكل فيه تيسير عليك أنت في غفلة عنه. فدائما المشاورة، دائما خصوصا المشاورة لأهل الله تعالى ومشايخك، دائما تأتي بخير على الإنسان وتجنب الإنسان كل الشرور. قال: وركعة الحاجة. وركعة الحاجة يعني لو لك حاجة عند الله، لك حاجة عند مخلوق في غير أوقات الكراهة، تقوم وتصلي ركعتين بنية قضاء الحاجة وتدعو الدعاء المشهور. طبعا كتاب الأذكار للإمام النووي جمع تفاصيل هذه العبادات بأذكارها. موجود هنا الأذكار أم لا؟ موجود كتاب الأذكار موجود هنا؟ اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. طيب، يعني على العموم هذا كتاب الأذكار للإمام النووي مرجع في هذا الباب، تفاصيل صلاة الحاجة، صلاة الاستخارة، أدعية صلاة الاستخارة، أدعية صلاة الحاجة، نرجع فيها إلى كتاب الأذكار طبعا مع شرح الإمام ابن علان المكي، كتاب الفتوحات الربانية في شرح الأذكار النووية، كتاب بديع وممتع في هذا الباب. كانوا زمان يقولون يعني إيه؟ بيع الدار واشتري الأذكار، بيع الدار، بيع بيتك واشتري ليه الأذكار للإمام النووي رحمه الله تعالى. كتاب بديع وعظيم، ويعني وعيب على، يعني عيب عليك أن تكون شافعيا ولم تقرأ الأذكار. كيف ستلقى الإمام النووي يوم القيامة؟ كيف ستلقاه؟ هذا كتاب الأذكار ورياض الصالحين، كتابان غاية في الأهمية في باب التربية وتزكية النفس. وركعة الحاجة، قال: وركعة التوبة، يعني التوبة من الذنب ولو من الصغائر. يعني أنا الآن حصلت نميمة على إنسان، حصلت نظرة إلى الحرام، ففورا أسارع بالوضوء ثم صلاة ركعتين بنية التوبة. قال: وركعتان عند الخروج من المنزل. ركعتان عند الخروج من المنزل وعند دخوله، يعني حينما أقدم من الكلية أو من العمل إلى البيت، أول ما أفعل أتوضأ وأصلي ركعتين يأتي بهما الرحمة والخير والبركة في البيت. وعند الخروج من مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعند الخروج من مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعند مروره بأرض لم يمر بها قط. يعني أرض أول مرة أدخلها، أو عند مرورك بأرض لم يعبد فيها الله، فصلي ركعتين
بنية أن يعبد الله تعالى في هذه الأرض، يعني لتكن أنت مفتاح العبادة في هذه الأرض. قم وأذن للصلاة، ومن يعلم، سيدنا إبراهيم قال له وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا، هل كان يسمعه أحد؟ متى كانت الإجابة؟ بعد كم سنة؟ سنوات طويلة. فأنا دخلت في أي بلدة غير مسلمة لا يعبد فيها الله، أو مكان مهجور مررت به أصلي فيه ركعتين بتلك النية، بنية أن تكون هذه الصلاة مفتاح للعبادة في هذا المكان بعد ذلك. أخلص نيتك في هذا المكان وسيأتي الله بمن يعبده في هذا المكان بعد ذلك. قال وركعتان عقب الخروج من الحمام. طبعا المراد بالحمام هنا ليه؟ مكان المغتسل وليس دورة المياه أو محل قضاء الحاجة. الحمام هنا مراد به ليه؟ مكان الاغتسال وليس محل قضاء الحاجة. قال وركعتان في المسجد إذا قدم من سفره، يعني أنت عدت من مصر إلى ماليزيا، فأول قبل أن تدخل إلى بيتك بجوارك مسجد أو مسجد الحي الذي أنت فيه، ابدأ بالمسجد صلي فيه ركعتين أولا، ثم بعد ذلك اذهب إلى بيتك، وحينما تدخل إلى بيتك تصلي ركعتين. الحياة كلها صلاة، كلها صلاة، بهذه الصلاة تأتي الرحمة. نحن في حرمان شديد، والله في حرمان، حرمان نحن أنفسنا وبيوتنا وأحياؤنا وأوطاننا في حرمان شديد بسبب قلة الصلاة في البيوت. قال لا تجعلوا، اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم ولا تتخذوها قبورا، يعني لا تجعلوا البيوت مثل القبور. أحيوا البيوت بكثرة الصلاة. ندعو الله سبحانه وتعالى أن يعيننا جميعا على ذلك. قال وركعتان عند القتل إن أمكنه، يعني مثلا هينفذ في حكم الإعدام حتى ولو كان قاتلا فعلا، يصلي ركعتين قبل القتل لعل الله سبحانه وتعالى أن يتوب عليه توبة نصوحا ويقبله عند موته. أنا مثلا الأعداء، أعداء الدين أخذوني وأصدروا حكما بإعدامي، مثل سيدنا خبيب بن عدي رضي الله تعالى عنه، وهو أول من سن ركعتين قبل القتل، قال لهم يعني اتركوني أصلي ركعتين، وبعد ذلك بعد الركعتين قتلوا. وركعتان إذا عقد على امرأة وزفت إليه، يعني المرأة في ليلة الزفاف يسن لكل من الزوجين أن يصلي ركعتين. صلاة في هذا الوقت؟ نعم صلاة في هذا الوقت. نحن لماذا نستعجل؟ ابدأ حياتك مع زوجتك بركعتين، لله تعالى تأتي البركة وتأتي الرحمة في هذا البيت ببركة هاتين الركعتين. وركعتان إذا عقد على امرأة وزفت إليه، بل يسن لكل منهما قبل الوقاع أن يصلي ركعتين، قبل الوقاع يعني قبل الجماع أن يصلي ركعتين. طبعا الوقاع يعني في أول ليلة ليس في كل ليلة، ولكن إذا فعلنا ذلك في كل ليلة ما المشكلة؟ ما المشكلة؟ يعني يجنبك الله ويجنب زوجتك شرور الشياطين
تأتي الحفاظة من الله سبحانه وتعالى. وأدلة هذه السنن مشهورة لا يحتملها شرح هذا الكتاب. كما قلت لكم، كتاب الأذكار للإمام النووي كتاب شامل لمن أراد التفاصيل في هذه السنن وكيفياتها، يرجع إلى كتاب الإمام النووي كتاب الأذكار. في صلاة سنية الصلاة الوضوء، كما عرفت أن صلاة الوضوء قد بدع بلالا في هذا الأمر. قد إيه؟ أبدع. بدع، فعل بدعة. بلالا في هذا الأمر. نعم. وأقر رسول الله. وأقره النبي صلى الله عليه وسلم. الشيخ أمير قال لك هكذا. ما كنا نتحدث فيه. هذه أيضا بدعة. لم يأمره النبي بذلك، بل كان النبي لا يعرف ذلك. فحينما علم أقره. نعم. لكن يعني هذا الحديث نحن دائما نرد على من الذي قال ليس فيه هذا الدين البدعة، لكن واحد قال أن سنية صلاة الوضوء كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر بذلك، أو لما بعد ما فعل بلالا رحمه الله، فعل بلال رحمه الله رضي الله تعالى عنه. هو فعلا أمر بذلك، لكن لعله أمر بذلك بعد قصة بلال، بعد قصة بلال. المشكلة في قضية البدعة هو في مفهوم البدعة فقط. يعني البدعة ما أحدث في أمر الدين على خلاف قواعد الدين، على خلاف قواعد الدين فقط. فإن فهمنا البدعة يعني من هذا الباب لضاق أمر البدعة، ولكن أن نفهم البدعة على أن كل شيء لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم يكون بدعة وضلالة ونار، هذا يعني هذا أصلا شيء لا يعقل، هذا أصلا شيء لا يعقل. النبي صلى الله عليه وسلم كان يذهب إلى الحج بالجمل، الآن نذهب بالطائرة، إذن ذهابنا إلى الحج بدعة؟ أليس الحج عبادة؟ إذن نذهب إلى العبادة كما كان يذهب النبي صلى الله عليه وسلم. هناك الحرم، اليوم الحرم في تكييف وفي رخام، هل كان موجود في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ذلك؟ إذن هذا كله بدع، ونعيش في بدع من أولنا إلى آخرنا. لم يكن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم مساجد فيها سجاد، لم يكن ميكروفون يخطب فيه الخطيب في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه عبادة، وخطبة الجمعة عبادة. إذن فهذه بدعة، فالجمعة حرام، الجمعة باطل. إذن هذا كلام، إن فهمنا البدعة بهذا المنطق، بهذا المفهوم، سيضيق الأمر، سيضيق حتى على القائلين بذلك. ولذلك هم أنفسهم حينما أرادوا توسعة المسعى بين الصفا والمروة، وأرادوا بناء دور ثاني للسعي بين الصفا والمروة، هم أنفسهم رفضوا هذه القواعد. يعني حينما أرادوا ذلك ضاق بهم الأمر، ضاق على أنفسهم، واضطروا إلى الأخذ بالقواعد والأصول. لم يسعى النبي صلى الله عليه وسلم في الدور الثاني، ماذا نفعل؟ ولم يرمي الجمرات في الدور الثاني ولا الثالث. اليوم الجمرات فيها دور ثاني ودور ثالث ودور خامس، ولا هي مش عارف، أنا آخر مرة حضرتها كان في دور أول ودور ثاني ودور ثالث. لم يفعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. الأمر ضاق
عليهم أنفسهم القائلين بهذه القواعد، لأنها أمور تصطدم بالحياة. فالمرجع في ذلك والعقل والحكمة والعلم أن أي شيء يظهر تحت مسمى العبادات يعرض على علماء الشرع في هذه البلاد، مثل المولد النبوي الشريف، الاحتفال بالمولد الشريف عرض على الحافظ ابن حجر فاستحسنه، عرض على الحافظ السيوطي فاستحسنه، عرض على شيخ الإسلام شيخ القراء ابن الجزري فاستحسنه، عرض على الحافظ السخاوي فاستحسنه، عرض على شيخ الإسلام نجم الدين الغيطي فاستحسنه، عرض على شيوخ الأزهر طوال ست قرون فاستحسنوه، وكلهم فقهاء، منهم الشافعية ومنهم المالكية ومنهم الحنابلة ومنهم الأحناف فاستحسنوه. دار الإفتاء في كل فتاويها أكثر من 100 سنة استحسنت هذا الأمر، وأنت لازلت تقول بأنه بدعة؟ يعني ماذا نفعل لك؟ يعني ماذا نفعل لك وأنت مصر على ذلك؟ طيب أنت اجعل ذلك لنفسك، لا تحتفل، لكن لا تنكر على الخلق ولا تبدع أفعال الناس. فأمر البدعة إن فهم بهذا المفهوم الضيق، الأمر سيضيق على القائل. لو حاكمناهم بهذا المفهوم لديهم سيضيق الخناق عليهم، يعني يكون الأمر فيه، لو حاكمناهم بما يقولون هم لن يتحملوا ذلك. ولكن إذا قرأنا في لكل شراح الحديث من أحدث في أمرنا هذا فليس منه فهو رد، أو حديث كل بدعة ضلالة، لو قرأنا لكل من شرح الحديث سنجد أنه ذكر أن المراد بالبدعة البدعة المحرمة التي لا تقرها الأصول والقواعد، الأصول والقواعد. أضف إلى ذلك أن كلمة بدعة ليست حكما شرعيا، البدعة وصف. يعني حينما تسأل عالم عن شيء ويقول لك بدعة، أنت لم تفيدني شيئا، هذا وصف. أنا أسألك، أريد الحكم الشرعي، الحكم الشرعي حرام، واجب، مندوب، مكروه، مباح، هذه الأحكام الشرعية الخمسة، أجبني بحكم منها. سيقول حرام، ما دليلك على الحرام؟ ما هو الدليل؟ ما هو الدليل؟ حتى تحرم شيئا لابد من دليل، من السنة. أنا سأجعل عقلي مثل عقلك وأريد الدليل من السنة على تحريم ذلك، لن يجد. سيقول لك أنا لا أفهم، أنا ائتني بحديث يقول بأن الاحتفال بالمولد حرام، ائتني بنص. عقلي توقف مثل عقلك، توقف، فأعطني دليل شرعي. سيقول لك يا سيدي هذا الكلام كله أنا لا أفهمه، أعطني دليل يقول بأن الاحتفال بالمولد النبوي حرام. أنت قلت لي حرام، فأعطني دليلا على ذلك، نص في هذا الأمر ونص في هذه المسألة بالخصوص، ابحث وفتش وبعد ذلك أرسل إلي. يعني إن حاكمنا هؤلاء، يعني هداهم الله تعالى، إن حاكمناهم بمثل منطقهم وبما يقولون لضيقنا عليهم ولضيقوهم على أنفسهم. لكن كما قلنا، نحن لنا طريق في التعامل مع الأحكام الشرعية، وهو طريق الأئمة الأربعة، وطريق واحد من الأئمة الأربعة نلزمه ونتبعه في ذلك. قال في المجموع: ومن البدع المذمومة صلاة الرغائب 12 ركعة بين المغرب والعشاء ليلة أول جمعة من رجب، وصلاة ليلة نصف شعبان 100 ركعة، ولا يغتر بمن يفعل ذلك. أيضا صلاة الرغائب المشكلة فيها
طبعا كان هناك خلاف كبير بين الإمام ابن الصلاح والإمام العز بن عبد السلام في تلك المسألة، ولهما يعني رسائل يعني في الرد على بعضهما في هذه المسألة، بالخصوص بخصوص صلاة الرغائب اللي هي صلاة 12 ركعة في أول ليلة من رجب، أول جمعة من رجب، وصلاة 100 ركعة في ليلة النصف من شعبان. فكان هناك يعني مساجلات ومناظرات بين الشيخين الكبيرين، الإمام ابن الصلاح إمام المحدثين والإمام العز بن عبد السلام سلطان العلماء. الإمام ابن الصلاح يقول باستحباب هذه الصلاة وهو شيخ المحدثين، والإمام العز بن عبد السلام يقول بأنها من البدع المذمومة. وعليه يعني حصل الاختلاف. طيب طبعا هو ورد فيها حديث الإمام ابن الصلاح هو شيخ المحدثين ويعلم أن حديثها ضعيف بل موضوع، بل وهو قال ذلك بل موضوع، ولكن مع ذلك قال باستحبابها وهو إمام المحدثين. لماذا؟ لأنها تندرج تحت أصل من أصول الدين، قال الصلاة خير موضوع. فالناس يصلون لكن لا يعتقدون سنية هذه الصلاة، وهذا هو ملمح النهي أو ملمح التبديع من العلماء أو نهي أئمة الإمام أئمة الشافعية عنها، هو اعتقاد السنية أن نفعلها معتقدين أنها سنة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. يعني هنا فقط ملمح النهي، لكن لو أنت فعلت ذلك بنية صلاة النوافل، بنية الإكثار من النوافل في هذه الليالي التي أمر الشرع فيها بالإقبال على العبادة مثل ليلة النصف من شعبان، فلا حرج في ذلك. لكن المشكلة في اعتقاد السنية، وكان هذا رد يعني أو 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 شدة العلماء في الرد، لأن هناك من يقول في عصرهم بأن ذلك سنة وهي ليست كذلك، فكان هذا الرد الشديد من العلماء. يعني دائما حينما تجد الإمام فقيه كبير يشتد في الإنكار في مسألة على مسألة، فلا بد وأن تفتش في البيئة المحيطة بهذا الإمام. يعني هذا أمر يعني ننتبه إليه، حينما تجد إمام مثلا كالإمام النووي حينما يتكلم عن صلاة الرغائب يتحدث عنها بهذه الشدة وهذه من البدع المذمومة، إذن لا بد وأن تتوقف طالما أن هناك شدة في الإنكار. إذن هناك بيئة معينة يعيش فيها الإمام أدته إلى تلك الشدة في الإنكار، وهذا ملمح من ينتبه إليه يرزقه الله تعالى فهما عظيما لكلام الأئمة، وعدم سحب الكلام الذي كان في بيئتهم على غيرها من البيئات. يعني أنت الآن في بيئة منضبطة تفهم السنة من غيرها، ورأيتهم في ليلة النصف من شعبان يفعلون هذه الصلاة مع وضوح الأمر عندهم أن ذلك ليس بسنة ثابتة، فلا تنهي هؤلاء عن فعل هذه الصلاة، لأن الأمر فيه وضوح. لكن في عصر الإمام
العز بن عبد السلام في عصر الإمام النووي كانت المسألة معروضة على عامة الناس بأنها سنة، بل كان يجمع إليها الناس في المساجد الكبرى، يجمع الناس عليها في المساجد الكبرى على أنها من شعائر الإسلام مثل صلاة التراويح. فالأئمة كانت الشدة في ردهم بسبب ذلك. يبقى ننتبه ونحن نقرأ مثل هذا الكلام إلى البيئة، إلى البيئة. طيب، أنا في بيئة الآن الناس فيها أصلا لا يدخلون المساجد إلا في ليلة النصف من شعبان، ودخلوا المسجد وأنا الإمام المفتي العلامة الفهامة، هل من الحكمة ومن الفقه ولو كان الإمام النووي نفسه حيا سيقف ويقول لهم هذه بدعة وهذا الاجتماع بدعة واتركوا المسجد؟ إذن يجب أن أتنبه إلى البيئة. هو يأتي، يعني بعض الناس ينكر على هؤلاء الذين يتكاسلون عن قيام رمضان ويقبلون على المساجد بكثرة في ليلة 27، يجلس الشيخ في المسجد، هذا بدعة وأنتم كسالى وأنتم كذا وأنتم كذا. بعضهم ترك المسجد وخرج يجلس على المقهى. يا عم الشيخ، أنا جاي المسجد لربنا، هتقعد يعني تتعنف فيا ليه؟ لماذا؟ هذا ليس من فقه الدعوة. الإمام ابن تيمية الذي رفض الاحتفال بالمولد الشريف، هو احتفال بالمولد لم يرفضه إلا الشيخ ابن تيمية ولم يصرح بذلك، ولكن كلامه يفهم منه ذلك، والشيخ اسمه الفاكهي من المالكية فقط، إلى يعني أن ظهرت الفرقة الوهابية في الحجاز، إلى هذا الوقت لم نسمع أن أحدا أنكر الاحتفال بالمولد غير هذين الإمامين، مع أنه لم يكن مع الاحتفال بالمولد إلا أنه كان يقول: ومع ذلك لو رأيت الناس اجتمعوا في المسجد أو في الزاوية يصلون على النبي صلى الله عليه وسلم ويطعمون الطعام في هذه الليالي فلا تنكر عليهم، فاجتماعهم هذا خير من اجتماعهم على الملاهي والباطل، خليهم قاعدين. يعني حتى الرجل من فقهه في الدعوة وحكمته، مع أنه يرفض، لكن مع ذلك قال: لو وجدت الناس يحتفلون لا تطردهم، لأنه إن طرد أين سيذهب؟ إلى المقاهي، إلى التلفزيون، إلى المسلسلات، إلى الأفلام، إلى إلى إلى، والفتن كثيرة. يبقى لو أنا في هذا الوقت ورأيت الناس يجتمعون لصلاة الرغائب يا مولانا في ماليزيا مثلا، فالحمد لله، هذا فضل عظيم، ونشجعهم ونريد من هذا الجمع أن يستمر واجتمعوا وتكاثروا من الجمع على الخير، نفرحهم نرغبهم حتى يقبلون على الطاعات بعد ذلك، وحينما يقبلون على المسجد بعد ذلك نبدأ في تعليمهم شيئا فشيئا، لكن تنفيرهم وطردهم هذا مشكلة كبيرة. الشاهد بس قوله إيه: ومن البدع المذمومة، حينما نجد لفظة قوية في الإنكار يبقى فورا لابد وأن ندرس الإيه؟ البيئة التي قال فيها الإمام هذا الكلام. قال: وأفضل القسم الذي لا تسن الجماعة فيه الوتر، يعني أفضل أنواع السنن التي لا تسن فيها الجماعة الايه؟ الوتر، ثم ركعتا الفجر، وهما أفضل من ركعتين في جوف الليل، ثم باقي رواتب الفرائض،
ثم الضحى، ثم ما يتعلق بفعل غير سنة الوضوء كركعتي الطواف والإحرام والتحية، وهذه الثلاثة في الأفضلية سواء. قال: والقسم الذي تسن الجماعة فيه أفضل من القسم الذي لا تسن الجماعة فيه. نعم، تفضل راتبة الفرائض على التراويح. قال: وأفضل القسم الذي تسن الجماعة فيه صلاة العيدين، وقضية كلامهم تساوي العيدين في الفضيلة. قال في القادم: لكن الأرجح في النظر ترجيح عيد الأضحى، يعني على عيد الفطر، فصلاته أفضل من صلاة الفطر، وتكبير الفطر أفضل من تكبيره، يعني من تكبير عيد الأضحى. ثم بعد العيد في الفضيلة كسوف الشمس، ثم خسوف القمر، ثم الاستسقاء، ثم التراويح. ولا حصر للنفل المطلق، وهو ما لا يتقيد بوقت ولا سبب. ما تعريف النفل المطلق؟ هو ما لا يتقيد لا بوقت ولا بسبب. قال صلى الله عليه وسلم: الصلاة خير موضوع، استكثر أو أقل. خير موضوع يعني خير شيء وضعه الشارع ليتعبد به. خير موضوع يعني خير شيء وضعه الشارع ليتعبد به. قال: فإن نوى فوق ركعة، يعني هذا الكلام في النفل المطلق، يعني فإن نوى نفلا مطلقا فوق ركعة، يعني أكثر من ركعة، نوى عدد أكثر من ركعة، تشهد آخرا فقط، تشهد آخرا فقط، أو آخر كل ركعتين، يعني أو تشهد آخر كل ركعتين فأكثر، فلا يتشهد في كل ركعة. يعني الشاهد أنك إن أردت أن تصلي نافلة فلا بد وأن تكون الهيئة التي تصلي عليها النافلة لها شبيه بما تصلى به الفرائض. فمثلا هو قال: فلك أن تتشهد، طبعا هذا في النفل المطلق، أنت نويت تصلي 10 ركعات نفل مطلق لا يتقيد بسبب ولا بوقت، فهذه الركعات 10 لي أن أصليها بسلام واحد، ولكن بعد كل ركعتين تشهد أوسط. لماذا؟ لأن لذلك شبها في صلوات الظهر والعصر والعشاء، نصلي بعد نجلس بعد كل ركعتين جلسة فيها التشهد. وله أن يتشهد بعد كل 3 ركعات إذا كان يصلي بسلام واحد عددا كبيرا، فله أن يتشهد بعد كل 3 ركعات. لماذا؟ لأن له شبيه في صلاة المغرب.
وله أن يتشهد بعد كل 4 ركعات. لماذا؟ لأن له شبيه في صلاة الظهر العصر العشاء، لأن ذلك أو هذه الهيئات والكيفيات مشهودة معروفة في الفرائض. طيب، هل يصح أن يصلي بتشهد عقب كل ركعة؟ يعني يصلي ركعة ويتشهد ثم يقوم ويأتي بالثانية ويتشهد، هكذا يصح؟ لماذا؟ لأن هذه الصورة غير معهودة في الايه؟ في الفرائض، ولا حتى في السنن، غير معهودة. فالشاهد أنك أولا هو يجوز لك أن تتنفل بركعة واحدة وتسلم، لكن إن أردت الزيادة على ركعة فلا بد وأن تقع الصلاة على كيفية وهيئة من الهيئات المعروفة في الفرائض، فلك أن تسلم تتشهد وتسلم عقد كل ركعتين، لك أن تتشهد تشهدا اللي هو التشهد الأوسط بعد كل ركعتين ولو صليت 20 ركعة، لك أن تتشهد بعد كل 3 ركعات كالمغرب، لك أن تتشهد بعد كل 4 ركعات كالعشاء. المهم أن يقع نفلك على كيفية من الكيفيات المعهودة في الشرع. قال: وإذا نوى قدرا فله الزيادة عليه والنقص عنه إن نويا بالتسنية هكذا، وإلا بطلت صلاته. حد منكم معه طبعة الشام أو دمشق من الإقناع؟ نعم. قال: وإذا نوى قدرا يعني ركعتين فأكثر يعني فله الزيادة عليه والنقص عنه إن نويا، يعني إن نوى الزيادة أو نوى النقصان وإلا بطل الصلاة. يعني إيه؟ هو نوى ركعتين، أن يصلي ركعتين، طبعا نحن نتكلم في النفل الايه المطلق، نوى ركعتين ثم قبل أن يسلم نوى الزيادة بركعتين أو ركعة، فله ذلك، له ذلك إن نوى. لكن إن قام هكذا بلا نية زيادة النفل فتبطل الإيه؟ الصلاة، فلا بد من الإيه؟ من النية. طيب، هو نوى يصلي 4 ركعات نفل مطلق، وفي الركعة الثالثة نوى النقص فجلس وتشهد بعد الثالثة وسلم، فله أيضا إيه؟ ذلك بالنية. يبقى لابد من نية الزيادة أو من نية الإيه؟ النقصان. لكنه لو فعل الزيادة قبل أن ينويها أو فعل النقص قبل أن ينويه فإن الصلاة إيه؟ تبطل، فإن الصلاة تبطل، لأن الزيادة على الصلاة لأن الزيادة هذه تعتبر صلاة ثانية فتحتاج إلى النية، كأنه يشرع في صلاة ثانية فلا بد فيها من النية. يعني باب النفل واسع، باب النفل المطلق
واسع. قال فإن قام لزائد يعني لركعة زائدة سهوا فتذكر قعد ثم قام للزائد إن شاء. قال والنفل المطلق بليل أفضل منه بالنهار وبأوسطه يعني بأوسط الليل أفضل من طرفيه إن قسمه ثلاثة أقسام ثم آخره يعني آخر الليل أفضل من أوله إن قسمه قسمين وأفضل من ذلك السدس الرابع والخامس وأفضل من ذلك يعني من النصف الثاني السدس الرابع والخامس من الليل طبعا إن قسمه أسداسا. ويسن السلام من كل ركعتين نواهما أو أطلق النية. يسن السلام من كل ركعتين نواهما أو أطلق النية. ويسن أن يفصل بين سنة الفجر والفريضة باضطجاع على يمينه للاتباع. يعني بعد ما يصلي سنة الفجر يعني يضطجع على يمينه لي طبعا هذا إن كان يعني في البيت أو كان إماما في غرفة الإمام لكن ليس أمام الإيه أمام الناس في المسجد. وأن يقرأ في أول ركعتي الفجر والمغرب والاستخارة وتحية المسجد قل يا أيها الكافرون وفي الثانية الإخلاص. في أول ركعتي يعني في أول ركعتي سنة الفجر ليس الفريضة سنة الفجر وأول ركعتي سنة المغرب البعدية وأول ركعتي الاستخارة وتحية المسجد قل يا أيها الكافرون وفي الثانية سورة الإيه؟ الإخلاص. إيه؟ أول ركعتي سنة الفجر ننتبه ليس الفرض. ويتأكد إكثار الدعاء والاستغفار في جميع ساعات الليل وفي النصف الأخير آكد وعند السحر أفضل. تنبيه لم يتعرض المصنف لسجدة التلاوة والشكر ونذكره مختصرا لتتم به الفائدة لحافظ هذا المختصر. يعني شوف كل كتاب الإقناع هذا يسميه إيه؟ مختصر لحافظ هذا المختصر يعني أنه إيه جعله مختصرا ليحفظ. طبعا يعني كان يتحدث مع من أمامه من طلاب العلم في ذلك الزمان. تسن سجدات تلاوة لقارئ وسامع قصد السماع أم لا قراءة لجميع آية السجدة مشروعة. يبقى سجدة التلاوة تسن لكل قارئ قرأ آية كاملة فيها سجدة التلاوة أو سامع آية كاملة فيها سجدة التلاوة. وكانت هذه القراءة مشروعة يعني إيه؟ يعني ليست محرمة. طيب يعني مثل إيه؟ المرأة الحائض قراءتها مشروعة أم محرمة؟ يبقى إذن لو سمعت زوجة الحائض تقرأ آية سجدة وأنا علمت أنها حائض فلا أسجد للتلاوة لأن القراءة حينئذ ليست إيه؟ ليست مشروعة. فمعنى مشروعة ألا تكون إيه؟ محرمة.
قال وتتأكد للسامع بسجود القارئ. وتتأكد يعني سجدة التلاوة للسامع بسجود الايه القارئ. إذا سجد القارئ تصبح الايه السجدة أكثر تأكدا. قال وهي 14 سجدة، سجدة الحج وثلاث في المفصل في النجم والانشقاق وإقرأ، والبقية في الأعراف والرعد والنحل والإسراء ومريم والفرقان والنمل وألف لام ميم تنزيل اللي هي سورة فصلت يعني، وحاميم لا ألف لام تنزيل هي سورة السجدة، وحاميم السجدة اللي فصلت، ومحلها معروفة. أيضا في كتاب الأذكار الإمام النووي تجدون فيه هذه السجدات. قال ليس منها سجدة صاد، يعني السجدة التي في سورة صاد اللي فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب في شأن سيدنا داود عليه السلام، ليست من سجدات التلاوة في مذهبنا يعني، بل هي سجدة شكر تسن في غير الصلاة. أما لو فعلها في الصلاة فإنها تحرم وتبطل صلاته لو كان عالما بالإيه؟ بالمنع من ذلك. يبقى سجدة صاد ليست من سجدات الايه التلاوة، سجدة شكر تسن فقط في غير الصلاة. قال ويسجد مصل لقراءته، يعني لو أنا أقرأ أصلي مع نفسي وقرأت سورة السجدة أو كنت إماما فأسجد لليه للقراء، إلا مأموما فلسجدة إمامه. يعني المأموم يسجد إذا سجد الإيه الإمام. فإذا تخلف عن إمامه أو سجد هو دونه بطلت صلاته. يعني إن سجد الإمام ولم يسجد المأموم وليس هناك عذر تبطل صلاته. وكذا إن قرأ الإمام آية سجدة ولم يسجد وسجد المأموم تبطل أيضا إيه؟ صلاته، فهو يتبع إمامه في مسألة سجدة التلاوة. قال ويكبر المصلي كغيره ندبا لهوي ولرفع من السجدة بلا رفع يد في الرفع من السجدة كغير المصلي. يبقى المصلي قرأ آية سجدة مثلا واسجد واقترب يوم جاي ما يرفعش ايديه، الله اكبر ويهوي للسجود فورا، ثم الله اكبر ويقوم للايه الركعه يكمل الايه يكمل الركعه. قال واركان السجده لغير مصل، يعني إنسان يقرأ في غير الصلاة، يقرأ القرآن في غير الصلاة أو سمع القرآن وهو في غير الصلاة، ما هي كيفية السجدة؟ قال وأركانها، معنى أركان يعني إيه؟ أنها لا تصح إن اختل ركن منها. قال وأركان السجدة لغير مصل تحرم، يبقى الركن الأول إيه؟ تحرم يعني تكبيرة الإحرام، وسجود وسلام. يبقى تحرم وسجود وسلام، يبقى أنا قلت الله أكبر وأسجد ثم أقوم السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله. وهذه أركان سجدة التلاوة في غير الصلاة، تفعلون ذلك أم لا؟ لا. هذا مهم جدا. طبعا الإمام البيهقي
يعني ذكر أدلة ذلك في كتابه السنن الكبرى. هذه سدت أركان السجدة خارج الصلاة. قال وشروطها كصلاة، يعني ما يشترط للصلاة من الطهارة وستر العورة واستقبال القبلة. يبقى المرأة الحائض لا يجوز لها سجود التلاوة، غير المتوضئ لا يجوز له سجود التلاوة. يبقى يشترط فيها ما يشترط للصلاة من الطهارة وستر العورة واستقبال القبلة، وكذلك سجدة الشكر. طبعا الآن يعني لاعب الكرة حينما يأتي هدف ولا نعلم يعني ما النعمة في ذلك، يعني هو يعني لا نعرف، ولكن قد تكون نعمة بالنسبة إليه، يعني سيأخذ مكافأة مالية يعني لكن نحن ليس يعني ليست نعمة يعني بالنسبة إلينا ليس شيء، ولكن قد يكون نعمة بالنسبة إلى تفكيره، يأخذ مكافأة مادية عالية وهكذا يعني. ولكنهم يسجدون هكذا يعني في أي طريق وفي أي اتجاه، والعورة مكشوفة والعورة غير منضبطة، ويعني يسجدون هكذا. قال وألا يطول فصل عرفا بينها وبين قراءة الآية، يعني أيضا من الشروط ألا يطول فاصل عرفا، عرفا يعني بحيث لا يكون في العرف إعراض عن السجدة، بين السجدة وبين قراءة الآية. قال وتتكرر بتكرر الآية، يعني سواء في الصلاة أو في خارج الصلاة، يعني لو أنا قرأت الآية وسجدت فقمت فكررت الآية فأسجد ثانية، يعني فتتكرر السجدة بتكرر الآية. الله. قال وسجدة الشكر لا تدخل صلاة، يعني لا تفعل في الصلاة، لا تدخل صلاة يعني لا تفعل في الصلاة، يعني لو فعلها عامدا عالما بالتحريم تبطل تبطل الصلاة. قال وتسن يعني سجدة الشكر لهجوم نعمة، لهجوم نعمة، يعني جاءك خبر صار فجأة، أنت قمت من نومك وتوضأت وصليت فجاءك الخبر بأنك قد نجحت في هذه السنة، فتسجد لله شكرا أو اندفاع نقمة، أو اندفاع نقمة، كنت تخاف من أستاذ يعني عسير عليك وأنت تدخل الامتحان الشفوي وتعلم أن هذا الأستاذ لا ينجح معه طالب، وإن أخطأ مرة ونجح معه طالب يظل يستغفر الله إلى موته بسبب هذه الجريمة، فقالوا لك بأن هذا الأستاذ هو الذي سيمتحنك اليوم، وجلست طوال الليل تقرأ كل الأوراد، سيدي أبو الحسن ورد البحر وورد مصر وكل الأوراد التي في الدنيا، وفي الصباح قالوا لك مات هذا الأستاذ، ماذا تفعل؟ نشكر الله وندعو له بالرحمة، يعني حتى نجمع بين الأمرين، يعني أنا دفعت عني النقمة وأنا أدعو الله أن يدفع عنه عذاب القبر، لأنه كيف يلقى الله وكل هذه الذنوب والطلاب يدعون عليه وهكذا، هذه مشكلة. يبقى تسن عند هجوم النعمة أو اندفاع أو اندفاع النقمة أو رؤية مبتلا، يعني
أنا شفت إنسان ربنا سبحانه وتعالى ابتلاه بأمراض يعني صعبة جدا جدا وأمراض كثيرة، ابتلاه الله في دينه، ابتلاه الله في دينه كثير المظالم، كثير الوقوع في الحرام، ولا يتوب ولا ولا. فأسجد لله شكرا على ذلك. طبعا إن كان مبتلى يعني بمرض لا أسجد في وجهه، لا أسجد في وجهه حتى يعني لا يعني نصيب شعوره بأذى. أو فاسق معلن، يعني فاسق معلن بفسقه لا يستحي، فأدعو الله سبحانه، فأنا أسجد لله شكرا أن حفظني وعصمني وعصمني من هذه البلايا، من هذه الذنوب، لأني إنما عصمت منها بالله وليس بنفسي، الله هو الذي حفظني من الذنوب. ممكن أن أكون مجرم، ممكن أن أكون قاتل، ممكن أن أكون سارق، أنا هنا في هذا المجلس بنفسي أم بالله؟ لا، لا حول ولا قوة إلا بالله، هو الذي وفقني وهو الذي هداني وهو الذي أكرمني وهو الذي فهمني وهو الذي علمني، فأنا أسجد لله شكرا على ذلك. قال ويظهرها للفاسق إن لم يخف ضرره، يعني إن كان هذا الفاسق إن لم أخف ضررا من هذا الفاسق فأسجد لله شكرا أمامه، لكن إن خفت منه أن يعتدي علي فلا أفعل ذلك أمامه. لا لمبتلى، يعني لا نظهرها أمام المبتلى في بدنه مثلا لئلا يتأذى. قال وهي كسدة التلاوة، يعني في أركانها وإيه وشروطها. ولمسافر فعلهما كنافلة، يعني فعلهما يعني الايه، يعني سدة التلاوة وسدة الايه الشكر، يعني يفعلهما على الراحلة كما يفعل النافلة تماما. ويسن مع سجدة الشكر كما في المجموع الصدقة، يعني عند حدوث نعمة يسن لك الايه مع السجدة الصدقة. الإمام الشافعي لما أرسل تلميذه إلى الإمام أحمد يبشره يعني ببشارة من النبي صلى الله عليه وآله وسلم، قال له يعني اذهب إلى أحمد وقل له إن رسول الله يبشرك ببلوى تصيبك فاصبر. فالإمام أحمد حينما يعني جاءه الرسول فرح، فخلع قميصه وأعطاه للإيه للرسول، وأعطاه للرسول. فلما عاد الرسول إلى الإمام الشافعي قال له هل بلغت الرسالة؟ قال له نعم. قال وماذا أعطاك؟ قال أعطاني قميصه. قال فأتني به. فوضعه القميص في الماء واغتسل الإمام بهذا الماء تبركا بقميص الإمام أحمد مع أنه تلميذه، ولكنه تبرك بقميصه رضي الله تعالى عنهما. فالشاهد حينما يبشرك أحد ببشارة طيبة فمن السنة أن تعطيه أي شيء، ولو تقية ولو شيء، ولو قلم في جيبك، هذا من الإيه زجاجة عطر، تعطيه أي شيء كهدية. قال ولو تقرب إلى الله بسجدة من غير سبب حرما، ولو تقرب إلى الله تعالى بسجدة من غير سبب، يعني بغير سبب من الأسباب المذكورة اللي هي سجدة التلاوة والشكر، حرما. قال ومما يحرم، يعني من السجدات التي تحرم، ما يفعله كثير من الجهلة من السجود بين يدي المشايخ ولو إلى القبلة، يعني بعض المنتسبين للصوفية من الجهال يسجدون بين يدي المشايخ، يعني يظنون أن ذلك من باب التعظيم للشيخ، وهذا حرام، محرم
في شريعتنا حتى ولو كان سجود تجاه القبلة، حتى وإن كانت نيته في السجود لله. لا، السجود لغير الله تعالى ولو على سبيل التعظيم لله، يعني أنا أعظم هذا الشيخ لله فأسجد بين يديه، لا، هذا الفعل محرم في شريعتي فلا يفعل. قال: وفي بعض صوره ما يقتضي الكفر، يعني بعض صوره، يعني صور هذا السجود بين يدي المشايخ ما يقتضي الكفر. انتبهوا إلى ذلك، هو قال السجود بين يدي المشايخ إيه؟ حرام، لم يقل إيه؟ كفر، لم يقل شرك، مع أن السجود هذا بين يدي المشايخ شيء يعني أفظع أنواع تعظيم المشايخ، ولكن مع ذلك الأئمة عندهم انضباط. الآن إن وجدوني يقبل يد الشيخ يقول هذا شرك، يعني حتى لا يقول بدعة، لا، هذا شرك، يدخل إلى الشرك مباشرة، ويضعون ذلك في كتب المخالفات للعقيدة. حينما أقول لشيخي يا سيدي هذا شرك، وستة وسبعين خطأ في العقيدة، حينما تقرأها جميعا كلها أحكام فقهية لا علاقة لها بالعقيدة. فيعني يبقى ما حكم السجود حكم السجود لغير الله؟ حرام، ليس شركا. طب متى يكون شركا؟ إن قصد بذلك العبودية للساجد بين يديه، إن قصد بذلك العبودية للساجد بين يديه، واطلعنا على قصده ونيته وصرح بذلك، فهنا يحكم بأن سجوده إيه؟ شرك. لكن طالما لم نطلع على ذلك وكان الظاهر أنه يفعل ذلك تعظيما لشيخه وأستاذه، فهذا يكون إيه؟ حراما، فعله في شريعتنا حرام، لأنه كان مباح في الشرائع السابقة، كما في قصة سيدنا يوسف، كما في سجود الملائكة لسيدنا آدم. لكن في شريعتنا هذا محرم، لا يصح، إن قصد بذلك الكف العبودية للساجد بين يديه، واطلعنا على ذلك بتصريح منه بأنه يعبد هذا الشيخ ويسجد سجود عبادة، فهذا يحكم عليه بالإيه؟ فقط يحكم عليه بالكفر، لكن في غير ذلك فهو حرام شرعا ولو كان على سبيل التعظيم لله، يعني هو يسجد بين يدي هذا الشيخ من باب الأدب وتعظيمه لأنه معظم عند الله، فهذا حرام حتى ولو كان هذا قصد. فالسجود لغير الله في شريعتنا محرم أيا كان الإيه؟ أيا كان القصد. نكتفي يعني بهذا القدر، وندعو الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما قرأنا وبما سمعنا، وأن ينفعنا جميعا ببركات سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وآل بيته الكرام وساداتنا من العلماء والصالحين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.